مدينة القيروان، جذور ضاربة في القدم، مدينة عبقة بتاريخها، ساحرة بجمالها، أول عاصمة إسلامية بالمغرب العربي، وهي رابعة الثلاث. فن ونقش وإبداع، أسواق عامرة بزوارها، أزقة ومساكن تزينت بمعمارها القيرواني الأصيل. تحرسها أسوار مشيدة شاهدة على التاريخ. إذا زرتها ستقابلك الابتسامة والهدية، وستسحرك أبواب منازلها المتفرقة الجميلة. وأنت تعبر أزقتها يستوقفك بئر بروطة، زمزم القيروان، فقدمها كقدم القيروان نفسها، إذا شرب منها الزائر عاد إليها شوقا وحنينا. التقينا صفوان ميلاد، فنان تشكيلي حروفي بلغ صدى أعماله العالمية، اصطحبنا إلى الأعلى حيث المدينة مغمورة بالقباب البيضاء المزخرفة بريشته وألوانه، فطوع الحروف لتصبح أشكالا وزخرفة. المسجد الكبير، جامع عقبة بن نافع، صرح معماري وتاريخي يحكي عظم الهندسة المعمارية الإسلامية، أعداد مهيبة من الأقواس والأعمدة الرومانية القديمة تزين صحن الجامع. غير بعيد عن الجامع الكبير تتموقع فسقية الأغالبة، هذا الصرح المعماري العظيم تم بناؤها خارج أسوار المدينة العتيقة، ومثلت أهم معلم هيدرولوكي في تاريخ العالم الإسلامي. وأنت تمشي في أزقتها تستوقفك دار العلاني، وشكل بنائها الذي يشبه القصور والمتاحف والمفروش بالسجاد من كل مكان. مفخرة القيروان الزربية وفن صناعتها التقليدي، تدق بلين لتعطينا أفخم وأروع ما نسج وصنع. مع غروب شمس اليوم وإطلاق مدفع رمضان، توجهنا للإفطار بإحدى الإقامات السياحية الفاخرة بالمدينة العتيقة، حيث حفاوة الاستقبال وكرم المائدة الزاخرة بما لذ وطاب من الأطباق المحلية التقليدية. الليل البهي وكأنه لوحة فنية مزجت بأرجاء المكان، وصلاة التراويح حيث الطمأنينة والسلام. جاء وقت السحور، والمائدة في هذه المدينة فاخرة كالعادة، ومن بين أطباقها أصيل.